ازيكم يا شباب، اتمنى ان انتوا تكونوا باتم صحه وخير لما تشوفوا الفيديو اللي احنا بنحاول على قد ما نقدر نعوض ان احنا طبعا متضايقين جدا جدا، وانا على راس المنظومه ان انا فعلا متضايقه ان انا كان نفسي اقابلكم فيس تو فيس وكنت اقعد معاكم ونتناقش ونحاول نساعدكم على قد ما نقدر في اخذ القرار باني برنامج تحب تلتحق بيه او تكون فيه او نديك كل المعلومات. لكن طبعا نظرا لظروف الكورونا وقرب الامتحانات وده كله، ففضلنا ان احنا نعمل الفيديو ده نحاول نشرح بيه شرح بسيط او حاجه بسيطه يمكن تساعدكم في اختيار القرار. في حاجتين مهمين انا عايزه النهارده، كنت ده سبب تسجيل الفيديو ده عشان اقوله لكم حاجتين. اول حاجه لازم تعرف ان انت الكريمه بتاعت مصر. انت كل الاطراف المجتمعيه معترفه انك انت طالب متميز، طالب مجتهد، طالب عندك القدرات انك انت تكون مهندس ناجح. وبالتالي اوعى تفقد الثقه في نفسك، سواء الثقه في حته انك انت تقول انا ما توفقتش في الترم الاولاني او انا كان نفسي اجيب جي بي اي معين وما توفقتش فيه. لا، بغض النظر عن كانت الظروف نتيجة للنقلة اللي اتنقلتها من دراسة مدارس إلى دراسة الجامعة، نتيجة للكامبس، نتيجة للمشوار، نتيجة للكورونا، أسباب كتير جدا ممكن تكون ما خلتكش تحقق اللي أنت كنت عايزه. لكن ما فيش حاجة اسمها too late، ما فيش حاجة الكلام ده كله. إن شاء الله احنا عندنا الترم التاني أي حد ما توفقش ما قدرش يحقق اللي هو كان عايزه إن شاء الله يحققه في الترم التاني. ومش بس كده، مش نهاية الدنيا يا جماعة، بمنتهى الأمانة انت مش هتضايق. من ضمن مميزات الساعات المعتمدة الكريدت أور إنك ممكن تديكلير أو تتخصص في الفول أو السبرينج أو السمر. فمش عايزك تفقد الثقة في ان انت ما حققتش اللي انت عايزه، لا لسه عندك فرصة، ما توفقتش في الفول، عندك في السبرينج، عندك في السمر. سواء انك انت بتختار مواد تحسنها، لان ساعات كتير قوي في مادة ندرسها وليا ان انا لو كنت عدتها، لو كنت درستها كنت عارف ان انا اذاكرها بالطريقة الفلانية دي كنت اكيد هجيب فيها تقدير كويس، يا ريت اقدر ادخلها تاني. ممكن قوي انك تدي لنفسك فرصة تانية انك تدخل في مادة تحسنها ترفع لك الجي بي اي وتدخلك البرنامج اللي انت عايزه. النصيحة التانية اللي هي غير الثقة بالنفس، انك انت لازم تدخل تفكر قبل ما تدخل البرنامج، لا تفكر تمشي ورا الموضة ولا ورا فلان ولا علان او رغبة حد. ادخل البرنامج اللي انت شايف نفسك فيه، اللي انت عايزه. خد بالك الدراسة في هندسة مش سهلة ابدا، وهندسة القاهرة برضو موضوع مش سهل، أصعب. وبالتالي أكيد لما بتدرس حاجة وانت بتحبها أو مقتنع بيها أدائك هيكون أحسن وهتقدر إنك انت تدي فيها أكتر. أرجوكوا اتفرجوا على المحاضرات التعريفية، أرجوكوا ادخلوا شوفوا المابس، شوفوا الكونتنت بتاعت الكورسات. هو ده اللي انت عايزه ولا ابذل شوية مجهود. انت كمهندس من ضمن تعريف المهندس ان هو يقدر تو انالايز، حاول تحلل، حاول تعمل سوات اناليسيس. مفيش برنامج كله مميزات ولا برنامج كله عيوب، شوفوا مميزات البرنامج ده ومميزات البرنامج ده وعيوب ده ايه وعيوب ايه، بحيث لما تختار تبقى مقتنع ان ده احسن حاجه ليك. مش بس كده، انت عندك فرصه تانية انك انت حتى لو انا متردده مثلا ادخل ما بين عماره ولا مدني، طيب انا مش عارفه ادخل ايه، انت ممكن تدخل عماره وعندك فرصه انك انت تحول مدني لو انت ما انبسطتش من دون. لكن هي مشكلتها انك ليه تحويله واحده، مش تقدر ترجع تاني اللي انت موجود فيه. لكن انت عندك مميزات انك ممكن تديكلير في الترم الاولاني التاني في الصيف السنه اللي بعدها، عندك فرصه لا تنتهي. يو كان دو ات، لازم يكون عندك اراده انك تحقق اللي انت عايزه. ما تقولش ده مستحيل، لا خلاص ما فيش الكلام ده مش موجود. أرجوكوا، أنا نفسي كنت أقابلكم ونفسي كنت أتكلم معاكم، بس الحمد لله المحاضرات التعريفية بتنقل جزء كبير جدا. الزوم ادخل واسأل المنسق وخد رأيه واعرف ودون في الميتنجز المعمولة، حاول تعرف، حاول تقابل الناس الأكبر منك يدوك خبرتهم. ابذل شوية مجهود عشان في الآخر يبقى قرارك عن اقتناع، نقتنع بيه بحيث انك تقدر تقول اقدر اعمل كده ولا لا. ارجوكم حاجتين مهمين النهارده انا عايزه اوصلهم لكم. الثقه بالنفس، الثقه بالنفس، الثقه بالنفس، دي نمره واحد. نمره اتنين،
ابذل مجهود عشان تدخل البرنامج اللي انت شايف نفسك فيه. اوعى ترضى بقليلك، ارضى طبعا اللي ربنا قسمه لك، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، اجتهد علشان تحقق حلم حياتك او الكارير اللي انت عايزه. ارجو ان انا يعني اتمنى ان النصيحة دي تعملوا بيها، واتمنى ان شاء الله ان ربنا يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، وقابلكم قريب وانا تحت امركم في اي استفسار، انا او زملائي المنسقين او اي حد، محدش هيتأخر انه يتواصل معاكم. اتمنى لكم التوفيق، واتمنى ان الترم الفول اللي جاي ان شاء الله نتقابل فيس تو فيس 100%، ما يبقاش 50 ولا 60%، نبقى على طول نشوفكم، نبقى تواصل. وبارك لكم بالتخصص اللي انتوا عايزينه، وبارك لكم بالتخرج. اتمنى ان انتوا تبقوا بأتم صحة انتوا وعيلتكم وكل حبايبكم، وشكرا جزيلا.